أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في لقاء عاد ليتجدد مجددا على شاشة قناة المكلا من جديد. مشاهدينا، أسعدتم مساء في برنامجكم حديث الشارع الذي نسعى من خلاله لطرح مشاكلك واستعراض قضاياك عزيزي المواطن، إيمانا منا بأنك تستحق واقع أفضل. حلقة جديدة وبالطبع موضوع جديد نضعه على الطاولة ونناقشه سويا على الهواء مباشرة. موضوعنا لهذه الليلة عن شحة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. مبدئيا هو ليس بالموضوع الغريب على مسامعكم، شحة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها هو صراع يعيشه المواطن الحضرمي مع هذه القضية منذ وقت طويل وليس من الآن، ولكن كلما حدثت هدنة نتفاجأ بظهور أزمة خانقة على الساحة فيتجدد الصراع النفسي الذي يعيشه هذا المواطن الحضرمي. أعباء تليها أعباء، كثف مثقل بالهموم وفكر محشو بالمشاكل. عزيزنا المواطن يطلع من مشكلة إلى مشكلة ثم تليها مشكلة فآخرها مشكلة، وإلى هكذا إلى متى؟ إلى متى هذا الوضع؟ إلى متى هذا؟ وفي شهر فبراير من العام الحالي أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة، من ضمنها بناء خزانين بسعة 23,000 طن. وأضاف إلى أن السلطة المحلية دعمت شركة النفط بساحل حضرموت بعشرات الملايين من الدولارات لتغطية وسداد الديون المتراكمة عليها. إذن دعم ومساندة كبيرة من السلطة المحلية، ومع ذلك قد عشنا أزمة خانقة في شحة المشتقات النفطية في السوق المحلي. هذه الأزمة التي تسببت في الرفع من سعر المشتقات النفطية على المواطن الحضرمي، وبالتالي ارتفاع أسعار المواصلات بعد أن كانت قد استقرت هي الأخرى في الآونة الأخيرة. أنا أشعر بأننا ندور داخل دائرة مغلقة، نصاب بالدوار ونصاب بالصداع فنرتاح قليلا لنعاود بعدها الدوران مجددا. يا ترى هل أجد اتفاق منكم مشاهدينا في هذا الشعور، أم أنا من أشعر به فحسب؟ للحديث بقية ولكن بعد الفاصل. عدنا في 26 مارس، أي حوالي قبل 4 أيام، صرح مدير شركة النفط دكتور خالد العكبري حول وصول باخرة مزايا المحملة ب2700 طن من مادة الديزل كأول دفعة إسعافية سيتم توزيعها للسوق المحلي، مضيفا بالقول أن خلال 72 ساعة قادمة ستصل باخرتان إضافيتان لتغطية السوق المحلي. وطمأن مدير شركة النفط مواطني المحافظة على توفير كافة الاحتياجات ومتطلبات السوق المحلي من المحروقات والمشتقات النفطية. إذن 72 ساعة قادمة على وصول باخرتان،
محملة بالمشتقات والمحروقات النفطية 72 ساعة، أي بمعدل 3 أيام من وقت الإعلان. حسب ما ذكرنا تم الإعلان في 26 مارس، أعلنوا في 26 مارس، 27 مارس، 28 مارس، 29 مارس، واليوم 30 مارس. يعني أنقضت مهلة 72 ساعة. هل وصلت الباخرتان أم لا؟ سؤال يضع نفسه، خصوصا بأننا لم نجد بعد تصريحات من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت. ودام قد تم توفير شحنات إسعافية سابقة للمحروقات والمشتقات النفطية، لماذا كانت بسعر مرتفع عن السعر السابق؟ أسئلة وأسئلة لا تنتهي، لا تنتهي قضية المشتقات النفطية التي تترنح ما بين الانعدام والحضور. قضية المشتقات النفطية التي هي من سعر أعلى ومنها إلى الأعلى، أثبتت بذلك أنها من ملفات القضايا الشائكة. مشاهدينا، طاقم عمل قناة المكلا المواكب لقضايا ومشاكل الشارع الحضرمي قد استعد لكم بتقرير الحلقة ليوصل لكم ما هو حديث الشارع، فلنتابع. لم يمضي نحو الشهر على الجرعة الجديدة التي أقرتها شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت برفع سعر المشتقات النفطية، حتى تفاجأ المواطنون خلال الأسبوع الماضي بعودة أزمة انعدام مادتي الديزل والبترول وطوابير طويلة للمركبات أمام محطات التوزيع بالمحافظة. جرعات تلو أخرى يستقبلها المواطن في حضرموت دون أن تثمر في استقرار تموين السوق المحلي من المشتقات النفطية في ظل استقرار النسبي للعملة المحلية أمام الأجنبية، والتي طالما تضعها الشركة والتجار الموردون شماعة لرفع أسعار المشتقات، والتي ما تتكرر دائما في سياق كل أزمة. شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت لم تصدر أي توضيح عن أسباب الأزمة المفاجئة التي شهدها السوق المحلي، وعملت في ذات الوقت بإنزال مناقصات للتوريد مادة الديزل والبترول في محاولة منها لمواكبة الطلب على المشتقات النفطية. غياب الرقابة على محطات الوقود يعد السبب الرئيسي لشحة المحروقات وانعدامها بصورة مفاجئة ومتكررة، مما دفع العديد من المواطنين برفع مناشدات عاجلة للسلطة المحلية بوقف العبث والتلاعب بالوقود الذي غالبا ما يؤدي لظهور السوق السوداء. الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجوانب الخدمية حالة من عدم الاستقرار، ما ينذر بتوقف عجلة التنمية، فمن هو المسؤول؟ ماذا يسعني القول عزيزي المواطن؟ جديا، فعليا، واقعيا، حرفيا، هل أنت بخير؟ هل أنت بخير عزيزي المواطن؟ أستقبل ردودكم واتصالاتكم بعد الفاصل. عدنا مشاهدينا الكرام، وما زالت الحلقة مستمرة من برنامج حديث الشارع، وعنوان حلقتنا شحة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. أول ما يتبادر إلى ذهني بالحديث عن شحة المشتقات النفطية هي انعدام من السوق المحلي، أي تخبط نحن في السوق، توقف حركة السير مجددا، ما نرجعش نذهب إلى أشغالنا على الوقت المضبوط،
ومن الجانب الآخر ارتفاع أسعارها الذي سيؤثر أو بالأصح قد أثر وبشكل مباشر على المواصلات. ما هو لما ترتفع أسعار المشتقات النفطية سواء على طاري بترول أو ديزل، يرتفع كمان أيضا معها أسعار المواصلات أو تسعيرة المواصلات اللي ما صدقنا على الله أنه إحنا قدرنا نخفضها وترجع وتنزل وتستقر تمام مثل ما استقرت، والآن رجعت وارتفعت. إيش السبب؟ ما هو أساساً شركة النفط اليمنية ما وضحتش إيش سبب إنه كذا البترول والديزل انعدم فجأة وبيوردوه بشكل متقطع النظير، لا يبدو كمان بشكل دائم. خلاص، وأدفع يا مواطن، ادفع يا عزيز المواطن. أنا أحس إنه نحنا كما قلت سابقاً بندور داخل دائرة مغلقة، يعني خرجنا من أزمة كهرباء إلى أزمة غاز وبعدين الآن لبترول ويا عالم إيش. والمشكلة كل ما تهدأ، كل ما تهدأ مشكلة وتجي بعدها المشكلة اللي بعدها، وعلى هذا وعلى هذه الوتيرة اللي نحن شغالين عليها. دبة البترول أولا كانت بسعر تقريبا حوالي 5400، دبة البترول 5400 ريال يمني. حاليا الآن بعد هذه الأزمة التي شهدتها مدينة المكلا مؤخرا، دبة البترول أعزائي المشاهدين، معنا على الخط الدكتور خالد العكبري مدير شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت. دكتور خالد كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ بخير وعافية. سعيدة بأنني أستضيفك معنا في برنامج حديث الشارع. أنا فيكم إن شاء الله. أول سؤال أحب أسألك يا دكتور خالد، إيش سبب هذه الأزمة الخانقة؟ أنتم لم توضحوا، هكذا فجأة انعدمت المشتقات النفطية، ما السبب؟ أولا نشكر قناة المكلا على هذه الاستضافة. نعم. تلمس أي مشكليات أو أمور تخص المواطنين، وبذلك حنا سنقوم بالتوضيح بشكل واضح لهذه الأمور. نعم، فنتمنى أن نعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى انعدام المشتقات النفطية في الفترة القليلة الماضية. طبعا أختي، هو ليست انعدام، ولكن هو في الكميات التي تنزل إلى السوق، وذلك نظرا لأن بالنسبة للكميات خاصة مادة الديزل أو البترول، كان قبل 10 أيام سعر الصرف مرتفع، وأيضا توقف البيع في محافظة عدن أدى إلى زيادة الطلب في محافظة حضرموت. ولو تشاهدون كثر القواطر التي تصل إلى مدينة المكلا على مختلف الشوارع والطرقات بحجم كبير جدا. القاطرة الواحدة تعبي في التانك أكثر من 1000 لتر. طيب. هذا أدى إلى سحب المادة بحكم أن سعر المادة في محافظة حضرموت أقل الأسعار بالنسبة للمحافظات الأخرى المجاورة. طيب. هذا كان زمان، الآن ارتفعت الأسعار. لا، بالنسبة لذلك اضطررنا أن نقوم برفع السعر ليتوازى مع المحافظات الأخرى. فتلافينا الأمر وقمنا بتخصيص الآن محطات خاصة خارج المدينة للقواطر فقط. تخصيص محطات خاصة لماذا؟ للسيارات الكبيرة، هذه القواطر والمعدات الثقيلة، لأن التانك الواحد للقاطرة يأخذ أكثر من 1000 لتر. وبالنسبة منذ متى تم منكم خصصتوا هذه البواخر؟ لنحو الآن أسبوع. يعني اعتبر هذا تصريح خاص لقناة المكلا؟ أيوة نعم، أول مرة نصرح بهذا. نعم. وهذه السياسة اتخذناها لنحافظ على الكميات تخصصنا المحافظات خارج المكلا. ونحن تلاحظوا
تصير. طيب دكتور خالد، ليش ارتفع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلي؟ بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية، احنا علمنا في فرع شركة النفط حضرموت ان سياسة من جهتها واضحة جدا، وهي ان سعر اللتر سيكون مرتبط ارتباط اساسي بسعر الصرف في حالة بس نوعا ما دكتور خالد، نوعا ما الآن العملة مستقرة نسبيا. لا، العملة انخفاض استقرار، الآن في انخفاض العملة حوالي الخمس أيام الأخيرة أو العشر أيام الأخيرة بدأ هناك انخفاض تدريجي في سعر العملة. بس دكتور خالد مش معقول، أنت تعلم جيدا أن حضرموت دولة وثروة نفطية، يعني المفروض انه يكون في زي ما يقولوا تخفيض لاصحاب حضرموت، يعني ما يكونوش مواطنين حضرميين وساكنين في دوله نفطيه او محافظه نفطيه ويدفعوا مبلغ وقتره عشان المشتقات النفطيه. يعني مثلا دبه البترول اول كانت 5400 وفي زياده، الان اصبح سعرها في الايام القليله الماضيه ب 6000 ريال يمني. المواطنين ذوي الدخل المحدود من فين لهم 6000 ريال يمني يعبوها كل آخر أسبوع لسياراتهم أو لباصاتهم؟ أولا بالنسبة لأن حضرموت محافظة نفطية، هذا بالنسبة احنا كشركة ليس لنا علاقة بالنفط الموجود هنا، ولكن هو نشتريه، هي مواد خاصة بالتجار. المواد التي يتم الآن تسويقها في السوق المحلية هي مواد خاصة بالتجار، نشتريها بالعملة الصعبة من التاجر ونصرفها بحسب ما الكلفة الفعلية للتر الواحد، ولذلك نقدمها للمواطن بسعر الكلفة. أحيانا أن الشركة تدفع أكثر من 40 ريال إلى 50 ريال لتجعل السعر 300 ريال. في الكميات التي اشتريناها في الأسبوع الماضي كلفتها 320 ريال، ونبيعها لصاحب المحطة ب 280 ريال. بس دكتور يعني الشركة تخسر حوالي 40 ريال حاليا. 40 ريال يمني مقابل أن نبيع السعر ب 300. 40 ايش تخسر؟ 40 ريال يمني مثلا؟ 40 ريال يمني في اللتر الواحد، تخيل الان نشتري انا اللتر من التاجر ب 320 ريال. لتر الديزل نشتريه ب 320 ريال. ونبيعه لصاحب المحطة ب 280. لكي يوصل للمواطن بسعر 300 ريال. حوالي 40 ريال تدعمها الشركة من أرباحها. انت عارف يا دكتور خالد انه في استقبلنا بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، انه كان ابرز انه ما هي دور شركة النفط اليمنية دام انكم بتدخلوا تجار وسطاء هم اللي يجيبوا لكم البترول والمشتقات النفطية، ليش ما شركة النفط اليمنية هي من ذاتها تستورد البترول من الخارج؟ طبعا هذا كان سؤال احد القراء وليس سؤالي. طبعا هذا الموضوع قد جبنا عليه كثيرا، ان شركة النفط ليست بمقدورها استيراد المشتقات النفطية لعدم وجود العملة الصعبة لدى الشركة. ولا يمكن شركة النفط تكون يوم من الايام مستوردة ما لم يقوم بهذا الدور على مستوى الحكومة بشكل عام، تكون استيراد كميات كبيرة والبنك المركزي يوفر العملة الصعبة للشركة. طيب مؤخرا السلطة المحلية دعمت شركة النفط وسددت عليكم ودعم انكم بعشرات ملايين الدولارات حسب ما صرح الأخ المحافظ. نعم حتى هذا ما ساهمش في انه يعني يحسن من وضع الشركة، وبالتالي التحسن هذا ينعكس على المجتمع والسوق المحلي. نعم، بالنسبة لسعادة اللواء الركن فرج سلمين البحث لمحافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية، الدعم له حدود الذي قدمه لشركة النفط. طيب ليش ما ينعكسش علينا احنا المواطنين؟ لكن العمل في المشتقات النفطية ليست زي لأي بضاعة أخرى. العمل في المشتقات النفطية الآن، وأنا أحدثك، يحصل لك أن في ارتفاع في البورصة، ارتفاع في سعر الصرف، يتغير سعر اللتر مباشرة. ولا يمكن أن يكون في سعر ثابت ما لم يكون هناك تدخل دعم شامل على المشتقات النفطية. والآن نحن في سوق
تجاري وسوق، التاجر هو الذي يستورد المشتقات النفطية وليس الدولة. طيب دكتور خالد، تارجت ومارينا مارتكس وصلوا ولا لا؟ نعم، الباخرة تارجت الآن أعطانا توجيه بإدخالها الفجر يوم غدا. متى وصلت؟ وصلت اليوم الصباح واستكملنا إجراءاتها القانونية لإدخالها، ويكون إدخالها الصباح يوم غدا إلى رصيد شركة النفط. طيب والباخرة الثانية؟ الباخرة الثانية هذه قد وصلت قبل ضخها. طيب المناقصة التي أنزلتموها هل تلقت تفاعل من التجار ولا لا؟ طبعا هي المناقصة ستكون يوم غدا، ونحن دائما نعلن عن المناقصات ويتقدم التاجر بعرضه في نفس اليوم، نفس اليوم الذي نفتح فيها المباريد يتقدم التجار في كل بعرضه في الكمية اللي يحب توريدها والسعر أيضا الذي يراه مناسب. ويوم غدا الساعة 11 الصباح سيكون فتح المباريد لهذه الكميات. طيب مثلا الباخرة اللي أعلنتم عليها مزايا من قبل، يعني منذ تقريبا في 26 من مارس استقبلتموها، وبعدين كذا الباخرتين اللي كلمتك عليهم، طيب هذه شحنات إسعافية ومع ذلك السوق المحلي يعاني من شحة في المشتقات النفطية، ليش؟ ما أنتم الآن بتستقبلوا وبتعبوا مكان وفي أزمة خانقة كمان. شوفي دائما البواخر الاسعافيه يكون حجمها صغير، البواخر اللي ذكرتوها هذا الان كلها اجماليها 9000 طن. ولا تنسي ان فرع شركه النفط ساحل حضرموت يقوم بتموين الساحل ووادي حضرموت ومحافظه شبوه. فالتي الكميات الوارده لا تكفي لتوزيع الكميات على السوق كامل، لذلك نعمل عملية تقنين، يعني الكمية اللي تكفي السوق الآن مثلا 800,000 لتر، نخرج في السوق حوالي 400,000 لكي نضمن المادة لأكثر أيام ممكن حتى وصول بواخر أخرى. فالبواخر التي تصل لنا لها جدول معين. يعني الكميات اللي معانا الآن. نعم أسمعك. كميات طبعا نضمن الأخوة المواطنين ان بوصول الباخره هذه سيكون في هناك انتظام في السفن، وستكون الكميات التي تصل كميات كافيه جدا. ماده البترول الان معانا الباخره وصلت فيها 7000 طن، هذه حتى يوم غدا، هذه اللي بكره بتوصل، هذه اللي وصلت اليوم بكره بتدخل للتفريغ. اها ايش اليوم اللي وصلت، تارجت ولا مارينا؟ لا تارجت مارينا ماتريكس هذا قد تم تفريغها. اوكي، وتارجت فيها 7000 طن بترول وما يقارب 4000 طن ديزل. يعني الباخرتين وصلوا؟ لا، هذه نفس الباخرة فيها شحن. اها يعني هي باخرة واحدة فيها مارينا وفيها تارجت وتم تفريغهم. ايوه، معانا باخرة بتوصل بعد 4 ايام فيها 10000 طن بترول. بعد 4 أيام فيها 10,000 طن بترول. هذه بتكون كميات الآن بتساعد على انتظام السوق. إيش اسم السفينة اللي بتوصل بعد 4 أيام عشان ناخذ حصري القناة المكلة؟ ما هي اسم السفينة التي بتصل بعد 4 أيام عشان ناخذ حصري القناة المكلة؟ اسمها سي باور. اسمها؟ سي باور. سي باور. سي باور. أوكي تمام. طيب باعتقادك دحين ما شاء الله بدأنا نستقبل شحنات والسفن جاية على ميناء المكلا، هل ستنتهي هذه الأزمة الخانقة يا دكتور خالد؟ بالنسبة للأزمة هي طبعا زي ما ذكرت لك أنها تلاشت منذ يومين، والآن خاصة مادة البترول لا توجد هناك أي طوابير. الكميات الديزل هي انخفضت من السوق، لأن الكميات اللي كنا نقوم بإنزالها للسوق المحلي حولناها إلى الكهرباء. يوميا نقدم للكهرباء حوالي 250,000 لتر للكهرباء بحكم انقطاع المنحة السعودية.
ولذلك انقطعت المنحة السعودية. لا تصدمنيش يا دكتور خالد، احنا في موضوع النفط الآن. هي قادمة هي، بس ولكن حوالي الأيام هذه الإجراءات بتكتمل وبتوصل الشحن. لأنه كمان احنا ملاحظين انقطاعات للكهرباء يعني. لا ما في انقطاعات، الأمور لا في انقطاعات، يعني انقطاعات كذا خفيفة كذا، لا تتجاوز الساعة في اليوم. ساعة وساعتين في اليوم. فهذه الكميات احنا الآن حولناها للكهرباء حتى توصل للشحنات الخاصة بالكهرباء. يعني تعلل انه مثلا كان سبب الأزمة انكم تمدوا كنتم الكهرباء فنقصت. هذا سبب من الأسباب، ان الكميات اللي كانت تذهب للسوق المحلي تحولت للكهرباء. تحولت للكهرباء. يعني احنا الان كذا بين كفتين، ما بين الكهرباء وما بين المواصلات كوسيلة مواصلات. طيب باعتقادك دكتور خالد كيف الوضع الان، يعني من ناحية النفط ومن ناحية الكهرباء، لانه كلاهما مهم للمواطن الحضرمي وكلاهما شريان حياة. الامور بالنسبة للكهرباء مستقرة وتمويلها منتظم بشكل جيد ولا يوجد هناك اي قلق فيه. يعني ما نخافش بالنسبة للكهرباء. بالكهرباء. وبالنسبة للسوق المحلي زي ما ذكرت، الآن عملنا غيرنا الخطة واستوردنا فواخر وفخر قادمة. وبالنسبة للفوافير هذا بتنتهي، بل إنها انتهت في اليومين الماضيين. وعاد الآن لما بتفرغ هذه الشحنات إن شاء الله نقول إنه ما يكونش في أزمة. شحنات كافية جدا. شحنات كافية جدا. طيب كمان يعني ما فيش أمل إنه تنزل الأسعار؟ 6000 للدبة كثير يا دكتور خالد، والديزل 7000. يجب أن تعلمين أن الأسعار في حضرموت هي أقل سعر. بس كمان مش مبرر كمان إنه المواطن يدفع هذا المبلغ الكبير. الدبة 7000 ريال في عدن، 6500 ريال. نحن في حضرموت، ما شأننا بعدن حاليا؟ أي في حضرموت 6000، يعني احنا أقل سعر. بس هذا مش مبرر عشان خلاص المحافظة عدن أعلى فنحن أنقص فإنه جيد. لا، احنا أصحاب البترول، احنا المحافظة النفطية، الثروة عندنا. يعني مش حابة أقول لك إنه لازم كمان يكون ببلاش، بس السعر غالي جدا. لا يوجد هناك ارتباط ما بين أن تكون محافظة وأن يتعامل ببيع المشتقات النفطية. نعم. الآن هي سلعة ويوردها التجار. نعم. سلعة تورد من قبل التجار. طيب يعني مثلا إذا هبطت الأسعار ممكن إنه يهبط سعر ال. أيوه هذا الصح. إذا انخفضت الأسعار وسعر الصرف، والآن مؤشرات كويسة جدا يعني تبشر بخير إن شاء الله. وفي حالة العروض التي ستقدم يوم غدا منخفضة سيكون هناك في تخفيض. تعرف إيش المشكلة يا دكتور خالد؟ إنه انعكس هذا بشيء سلبي على المواصلات. الآن تسعيرة المواصلات الباصة والتكسير دفعت. بالنسبة للمواصلات لم تنخفض مثل ما انخفض النفط. كان السعر البنزين في الفترة السابقة 500 ريال اللتر الواحد، ب10000 الدبة كانت. نعم. وخفضنا الأسعار إلى من 10000 الدبة إلى 5000، ولم نلحظ هناك أي انخفاض لا في أسعار المواد الغذائية ولا في المواصلات. نعم. فيفترض كان يتفاعل المواصلات وكل مع الاسعار، ولكن ما زالت الاسعار نفسها لم تنخفض، بل ان عند الزياده ترتفع. طيب دكتور خالد، دحين مشاهدين قناه المكلة بيسمعوك، ايش تحب توجه لهم من كلمه انت على الهواء مباشره؟ بالنسبه لمستمعين او مشاهدين قناه المكلة، نود أن نوضح لهم بأننا في إدارة شركة النفط اليمنية نقوم بالعمل وفق سياسة واضحة تتعلق بشراء المواد أو المشتقات النفطية من التجار. فكلما كان أسعار النفط يعني كلفتها أقل، كلما كان هناك تجاوب مباشرة من إدارة الشركة في تخفيض الأسعار والعكس.
كذلك نحب أن نطمن المواطنين، نحن الآن نسعى إلى خطة مكثفة جاهدة لكي نوفر مواد كافية للسوق المحلي خلال الأشهر القادمة، وخاصة شهر رمضان المبارك، بحيث يكون في استقرار تام في السوق المحلي. ونسأل الله أن يعيننا في ذلك. آمين يا رب العالمين. دكتور خالد العكبري، شكرا لك. مداخلة من ألطف المداخلات اللي عملتها بالبرنامج. أنا أحب لما استضيف الضيف يكون عنده رحابة صدر وتفهم لأسئلة المواطنين، وأنا كنت سعيدة. إحنا قبل لا نطلع على الهواء عملت منشور على الفيسبوك وقلت لكم اتركوا لي تعليقاتكم وأسئلتكم، وأهم التعليقات والأسئلة اللي شفتها تكررت وردت طرحتها على الدكتور خالد العكبري، وأعتقد أنكم سمعتوا الإجابة بنفسه هو إيش قال. يعني نقدر نقول أنه أهم سبب في انقطاع أو شحة المشتقات النفطية أنه المنحة السعودية انقطعت، و هذا الآن أنا أبلغ فيه وعلى الهواء مباشرة، وأتوقع شفتوا ردة فعلي، يعني لأنه أعتقد قبل حلقتين يمكن أو قبل أسبوعين طلعنا حلقة عن الكهرباء وبشرونا وفرحونا أنه المنحة ما زالت مستمرة. يعني أهم سبب أنه كانوا يحاولوا يعادلوا. أنا لا أبرر للشركة النفطية أو الشركة اليمنية للنفط، ولكن أنا أقوم بمناقشة وتحليل تصريحاته معكم أعزائي المواطنين أنهم كانوا يوصلوا للكهرباء لكي لا تنقطع فعلا. يعني هي في انقطاعات ولكن لا تتجاوز الساعة ونص. يعني إذا ما فيش نفط كهرباء، إذا كهرباء نفط، كلاهما مهم. أنا أشعر أن كلاهما مهم وكلاهما شريان حياة وكلاهما دينامو، كلاهما دينامو للحياة البسيطة والعادية للمواطن الحضرمي. في حقيقة تصريحات أدلى فيها دكتور خالد جميلة جدا، من أهم أنه الباخرة اللي فيها شحنتين، أنا كنت أعتقد أنها باخرتين لكن هي باخرة فيها شحنتين، تارجت ومارينا مارتكس، هذول اللي وصلوا وقد هم تقريبا فرغوهم أو أيوة تقريبا قد فرغوهم، واحدة أمس وواحدة اليوم الصباح على ما صرح دكتور خالد، وإن شاء الله إنه يبدأ يدخل المشتقات النفطية من بترول وديزل في السوق المحلية وما نحسش إنه في أزمة خانقة. أما بالنسبة للأسعار هي أساسا يعني تتطور وترتفع. آخر سعر كان اللي رست عليه المشتقات النفطية بالنسبة للبترول كان 5400 ريال يمني، وكان الديزل ينقصه يمكن ب200 ريال. الآن الديزل أصبح أعلى 7000 ريال يمني، والبترول 6000 ريال يمني. أناقش الدكتور في اتصال أناقش الدكتور خالد أقول له الأسعار غالية، يقول لي إحنا أرخص بعدن أغلى. أنا عارفة أنه نحن وطن واحد ويعني وشعب واحد وما إلى آخره، لكن إحنا نتكلم ونتحدث عن حضرموت وحديث الشارع عن حضرموت. حضرموت محافظة نفطية، يعني مش حرام مواطنيها وسكانها يدفعوا دبة البترول 6000 ودبة الديزل 7000، وإن كنا أرخص سعر. هو كمان طرح لكم بشارات تبدو أنها جيدة، أنه إن شاء الله في خطط مكثفة علشان يوردوا ويجيبوا ويفعلوا علشان ما نحسش أنه في أزمة خانقة، خصوصا أنه نحن مقبلين على شهر رمضان. وكان شفاف جدا انه في سياسة واضحة هم بيتبعوها كشركة يمنية للنفط انهم هم ما يستوردوش، قال لعدم او لصعوبة وجود العملة الصعبة، وهذه مواضيع بتتعلق بالبنك المركزي والحكومة والدولة وما الى اخره، فيرجعوا يتعاملوا مع التجار.
والتاجر اللي بيعطي أقل سعر وهم بيحاولوا يرسوا المناقصة على أقل سعر علشان يأخذوها ويبيعوا للمواطن بأقل سعر على حد قوله. في اتصال نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أستاذ عبير؟ تمام الحمد لله، من معي؟ وأشكرك على هذه الحلقة الممتازة والتي يعني في محلها يعني. تسلم الله يخليك، من معي؟ معك علي خلاقي. أهلا يا علي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. إيش أخبارك؟ والله طيبة. تابعت نحن من البداية الحلقة ولا لا؟ رغم انقطاع الكهرباء قبل شوية لكني تابعت جزء بسيط جدا. نعم. حضرت مداخلة الدكتور خالد؟ حضرت مداخلة الدكتور خالد؟ لا، لم دكتور خالد سليمان العقبي مدير عام شركة النفط. نعم. لم أستمع لكلمته. نعم. لكن هناك 10 نقاط رئيسية تشتغل بها شركة النفط. نعم. وجهود كبيرة يعني تقوم بها شركة النفط في تحديد الأسعار وفي تغذية المحطات بالمشتقات النفطية من جميع أنواعها في جميع مناطق حضرموت والمناطق المجاورة. نعم. لكن لا نعرف ما هي المشكلة منذ الأسبوع الماضي تقريبا أسبوعين. صحيح. متكررة، لا يأتي البترول أو الديزل إلا بداية الأسبوع، ونحن الآن منتظرين تقريبا تعطلت أعمالنا وأشغالنا بسبب عدم وجود مادة البترول. تنقلاتنا يوميا إلى مكلا، إلى عاصمة المحافظة، ونحن من منطقة اسمها فوة تقريبا 10 كيلو رايح 10 كيلو جاي. نعم. ولم نستطع، تعطلت أعمالنا، المحطات لا يوجد فيها ديزل، لا يوجد فيها بترول، لا يوجد فيها مشتقات نفطية، وصراحة المواطنين متضايقين نوعا ما نظرا لعدم وجود رقابة صحيح كافية للمحطات التي تتلاعب في تحريب المشتقات. هناك لجنة تقريبا هناك مأمورية الضبط البأ، لجنة تغرد خارج السر يعني. حددني علي حددني أكثر عن مأموريات الضبط هذه. هذه مأمورية الضبط تقريبا يرأسها الأخ علي باراس، لكنها تنشر مواضيع أنه يتواجد في المحطة الفلانية بترول، يتواجد في المحطة الفلانية ديزل، ويذهب إلى هذه المحطات في نفس الوقت وفي نفس الزمان الذي تنشره هذه الجهة مأمورية الضبط المشتقات النفطية وتهريب المشتقات. نعم. لكن لا نجد بترول ولا نجد ديزل ولا نجد مشتقاتنا البترول الذي نقدر نستطيع أن نتحرك لإجراء أعمالنا اليومية. يعني أشبه بالشائعة الكاذبة. أيوة، وهذا صراحة ما يحرجنا مع المواطنين. صحيح. ودائما نحس نحن شركة النفط بجميع دوائرها وخصوصا قسم العلاقات العامة والإعلام أن تنشر نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع بحيث أن المواطن يتطمن أنه لا توجد أزمة قادمة. صحيح. للأسف المواطنين يصنعون أزمة، إذا هناك في أزمة قريبة تلاقينا الطوابير كبيرة على المحطات، وتؤدي هذه الطوابير إلى أزمة حقيقية نظرا أن المواطن خايف أنه تأتي أزمة. المواطن يصنع أزمة من أزمة. نتمنى من شركة النفط بجارة الأستاذ الدكتور خالد العقبري اللي يقوم بجهود كبيرة والطاقم اللي معاه في 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 يعني في يعني ان تكون الشركه هي المسؤول الاول على تحديد الاسعار، رغم الضغوطات من التجار، رغم الضغوطات الكبيره على شركه النفط، لكن مصره شركه النفط ان يكون الاسعار مستقره، رغم ارتفاع الدولار، رغم عدم وجود حلول جذريه من قبل الحكومه لتحديد الصرف وانخفاض الصرف. لكن لا نوجد يا استاذ عبير، بسبب ارتفاع الصرف وارتفاع المشتقات النفطيه هناك ارتفاع في اسعار المواد الغذائيه، ورمضان قادم على الابواب يعني. صحيح. تقريبا شهر او شهرين رمضان قادم على الابواب، وصراحه اتمنى برنامجكم يسلط الضوء على المعاناه الاقتصاديه التي يعانون بها المواطنين من اسعار في تحديد الاسعار المواد الاساسيه التي يعني التي ارتفعت بسبب ارتفاع المشتقات النفطيه، لانه اكثر نقل السلع اكثرها عن طريق القواطر، اول ما يرتفع السعر اللتر ترتفع المواد الغذائيه، يرفع التاجر السعر ويقول لك النقل ارتفع النقل. نتمنى صراحه من هذا البرنامج يعني ان يسلط الضوء على هذه المعاناه. نعم. ونتمنى ان تكون الازمه ازمه البترول والمشتقات النفطيه تنتهي
في خلال اليومين القادمين. هو طمن نحن الدكتور خالد العكبري لو كنت حضرت معنا، طمن نحن انه خلاص ان شاء الله حتنتهي وبيتم توريد مشتقات نفطية بشكل كبير وحتنتظم السفن وفي شحنات قادمة وكذا. طيب يا علي باعتقادك ليش يعني كل ما ننتهي من أزمة ونطلع لأزمة؟ يعني كنا في أزمة الكهرباء نوعا ما استقرت، دخلنا في أزمة الغاز نوعا ما لا بأس أتوفر، والآن في أزمة البترول أو المشتقات النفطية. أنا أصبحت خائفة أنه يتم السيطرة على مشكلة المشتقات النفطية فتطلع لنحنا أو تظهر لنحنا مشكلة أخرى. لانه عزيزتي عبير، من المستفيد من هذه الازمات؟ لانه في جميع هذه الامور اللي ذكرتيها لا يوجد احتياطي، يعني احتياطي للازمات. الاحتياطي عندنا اسبوع واحد احتياطي او خمس ايام، بسبب انه لا يوجد عندنا خزانات تحفظ ومعترفه شركه النفط بهذه، لانه لا توجد خزانات كافيه لتخزين النفط والبترول والمشتقات النفطيه. نفس الحكاية، لا توجد خزانات تحفظ المازوت للكهرباء لمدة شهر أو شهرين احتياطي. في جميع دول العالم توجد احتياطي لمدة ستة أشهر على الأقل. احتياطي فدرالي، يعني لا يمكن أن جهة تلمسه. هذا احتياطي للأزمات، الخوارق، السيول، الأمطار، لأي خلل. هذا احتياطي. نحن لا يوجد أي احتياطي لمدة أسبوع، تصدقين لا يوجد احتياطي لمدة أسبوع واحد. نقطة مهمة جدا يا علي، أنا أشكرك لإثارتها. نعم، لا نقطة، ونتمنى صراحة من جميع الجهات، خصوصا الكهرباء وخصوصا شركة النفط، بحكم أن هذه جهتين مهمتين، أن تكون هناك احتياطي أقل شيء لمدة شهر، بحيث أنه السوق يستقر، الأسعار تستقر، والمواطن يشعر بالأمان والاستقرار لتنقلاته لرحلاته. الآن لا يستطيع المواطن أن يتنقل، أن يسافر، أن يتحرك، بسبب إيه؟ بسبب أنه لا يوجد مشتقات نفطية. أنا الآن تضرر عملي لمدة يومين ثلاثة أيام، بسبب لا أقدر أتحرك من البيت لأنه في سيارتي لا يوجد بترول. صحيح. ولا أستطيع أن ولا توجد سوق سوداء لا أشتري. كانت في الفترة القادمة كانت انتشار السوق السوداء. نعم. أقدر أتصرف، أقدر هذا كمان يستغل المواطنين يا علي. هو كمان السوق السوداء ليس بالأمر الجيد. ليس بالأمر الجيد، بس حل المستعجل، حل للشخص الذي يعاني من مرض، يعاني من 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 نعم. من أشياء مهمة، يعاني نعم. من سفر إلى 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 مدينة إلى بلده أو إلى نعم نعم, نعم 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 يعني يجب، يعني صراحة من شركة النفط بجانب الدكتور خالد، ونحن يعني نشكره على كل الجهود التي يقومها. نعم. لكن نتمنى أن تكون هناك الفترة القادمة خطة استراتيجية لتخزين البترول والديزل وضبط جميع المحطات وإعلانها أن هذه محطة متلاعبة. نحن الآن للأسف الشديد يقولون نحن تم القبض على محطة أو تم إغلاق محطة، ولا نعرف اسم المحطة، ولا نعرف إيش المحطة هذه هربت الديزل أو البترول. صحيح. والكميات الكبيرة التي تورد للمحطات كميات هائلة، كميات صحيح. يعني كبيرة، يعني تغذي السوق. لكن للأسف يوم ونص يقول لك خلاص ما فيش ديزل، ما فيش بترول، غلق الديزل، ما فيش في الخزانات ديزل. فين راح الديزل؟ لا أعرف، مع أنه هناك حددوا محطات بالقوافر، خمس محطات في المقلة، وتم الإعلام من شركة النفط أن هذه المحطات خاصة بالقوافر فقط. أما المحطات الثانية خاصة بالسيارات الصغيرة والسيارات المتوسطة. كل المحطات في مية المقلة تقريبا 10 أو 15 محطة، هذه للمواطنين، لا توجد فيها بترول ولا ديزل. نتمنى صراحة من شركة النفط ومن برنامجكم أن ينزل بنزول ميداني على المحطات، ينزل إلى شركة النفط، يوجد حلول سريعة. ونتمنى إن شاء الله زي ما أوعد الدكتور خالد أن تحل المشكلة في خلال اليومين القادمين. بالضبط، أنا أتمنى مثلك بالضبط يا علي. يعني كفاية الجرعات اللي يأخذها المواطن، تعب كثير يعني. والرواتب يا أستاذ عبير زي ما هي. صحيح. نعم. الرواتب 50-60، إيش تسوي؟ صحيح. علينا مصاريف عيال، علينا إيجارات، علينا ألف شغلة. صحيح. صراحة يعني نعاني، والله نعاني اضطرابات نفسية صراحة من هذه الاختناقات اليومية، من أزمة كهرباء، من أزمة بترول. صراحة نعاني من أزمة حقيقية صراحة في البلاد. يعني صراحة على الجهات المختصة، نحن لا نعيش في رغد، بأمانة نكون صريحين ونحط النقاط على الحروف. لكن نحن نشكر أي جهة تقوم بجهود، لكن الجهة التي لا تقوم بجهود علينا أن نتكلم، وأن علينا أن ننتقد العمل، لا ننتقد الأشخاص، أن ننتقد العمل. عمل خاطئ نقول خاطئ، عمل صحيح نقول صحيح. صحيح صحيح. وصلت مشاركتك وصوتك وانفعالك ومشاعرك يا علي، وصلت. الله يحفظك يا أستاذ علي، ونتمنى لكم التوفيق جميع طاقم البرنامج.
شكرا شكرا يا علي، شكرا. شكرا جزيلا. اضطرابات نفسية يعيشها المواطن جراء دخوله من أزمة وخروجه إلى أزمة أخرى، من أزمة إلى أزمة، وتتلاقفنا هكذا هي الحياة أعزائي المواطنين، وكأننا أشبه بكرة صوفية يتم التلاعب بنا، و50 أو 60 ألف ريال يمني كراتب في ظل هذه الأزمة وفي ظل هذه، ما قد تكفي، ما قد تكفي 50 و60 ألف ريال يمني نفط أم كهرباء أم إيجار أم 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 أم. في اتصال؟ في اتصال؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. أي نعم، مساء الخير، من معي؟ معك معاد الكسادي. معاد الكسادي، أهلا يا معاد. معاد الكسادي صح؟ أبغى أوضح للمستمعين. تفضل، احنا أي نعم بنسمعك، تفضل، إيش مشاركتك؟ مشاركتي إنه هذه الأزمات والجرعات ما يحدث في المحطات يكون بسبب سوء إدارة المسؤولين. بسبب ماذا؟ سوء إدارة المسؤولين. سوء إدارة المسؤولين الدائمين على الأعمال هذه. نعم أسمعك، تفضل كمل، احنا كلنا بنسمعك يا معاد. وأما ما يقولونه الدكتور خالد العكبي يتكلم وقال انه في اليومين اللي بعد ما تحل المشكله، هذا كلها اعمال ارتجاليه. تحل المشكله لمده اسبوع وتعيد الى ما كانت وتبقى اكثر مما كانت. نعم. الان الوضع الحالي اللي نعيشه نحن في البلاد، الصلاحيات والامكانيات اللي معهم ما كانت مع المحافظين او المدراء في شركه النفط في الزمن السابق. الآن معهم صلاحيات ومعهم أموال ما كانت معهم أول. صحيح. بإمكانهم أن يعملوا مشاريع ويجدوا حلول للناس ما بتوجد حتى في دول الصين. دول الصين. أما الآن الأسباب أعذارهم كلها يعني عذر أقبح من ذنب، يقولون إنه ماشي مع الاحتياط وماشي، طيب اعملوا حلول، أنتوا إيش إيش فايدتكم؟ أنتوا الناس أوجدوكم ليش؟ كيف تخدم الناس؟ دبوا حلول للناس، جيبوا خزانات في اراضي مساحات كبيره مع شركه النفط، جيبوا خزانات، انتم كوادر وكفاءات، دبوا حلول للناس، جالسين الان يتفرجون ويحل سعرهم، جابوا المدير في اداء سعره ايش يقول هذا السبب، ما احنا ما عندنا احتياط، ما عندنا عندك احتياط، من يلقي احتياط؟ من يلقي احتياط؟ طلبات المواطن الفلاني لقى احتياط، انت مدير لقى احتياط، جيب خبره، جيب ناس مهندسين من برا لقى حل. انت مدير راتبك وحوافزك وملايين معك، بس هذا المركز بدك تقدم خدمات للناس، لا اعذاركم بعد. يعني يا معاد، الم تشعر بنوع من الاطمئنان بعد تصريح الدكتور خالد العكبري؟ لا لا لا, لا, لا هل تشعر ان هناك نوع من التلاعب مثلا؟ دكتور خالد، ولكن لا خالد ولا غيره، انا لا اشعر بالامان فيهم ولا في كلامهم، كلهم كلام على الفاضي يعبر بس. طيب. اما بدور السلطه المحليه يعني في زياره المحافظ، المفروض انه يكون رقيب عليهم، انتم مدراء تجي انتم مدراء، ايش دوركم؟ ايش تسوون؟ ايش قدمتم للناس؟ ايش هذا اسباب الازمات؟ تكرروا يا موسم، تقول لي ازمه البترول في ازمه الغاز، ازمه الديزل والزراعات، وفي الزمن هذا شفنا البترول في المحطه هذه ب 300، المحطه الثانيه 350، المحطه تلاحظ نحن كنا نشتكي من العهد السابق. صحيح. ملقي اللي لقوا هذا، ملقوا ربع اللي لقوا الجماعه هذول. طيب يا معاذ، انت الان على الهواء مباشره. انقطع الاتصال، فقدنا اتصال معاذ الكسادي. المواطنين يعني تعبانين، يعني علي كان يقول نحن نعيش اضطرابات نفسية وتعبنا، ومعاد الكسادي يعني نبرته كمان كانت نبرة ضغط وحزن وانفعال، يعني خلاص، يعني مين ما طلع يتكلم معانا، مين ما طلع يشارك معانا،
في اتصال. الو الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك اخت عبير؟ تمام الحمد لله بخير، صوت نسائي الحمد لله. معكم محمد. اهلا اهلا اهلا، كيف حالك يا ام محمد؟ صديقة البرنامج. الحمد لله طيبين. الحمد لله تمام بخير. الحمد لله طيبين. الحمد لله يا ام محمد. هاتي هاتي، ايش مشاركتك هذه المرة؟ الحمد لله. اقول لك ايه، الناس تعبانين هنا من أزمة إلى أزمة، من أزمة يا ديزل يا بترول يا نفط. صحيح. والله الكهرباء، إيش معنى تنطفي الكهرباء وقت الامتحانات؟ صحيح صحيح. الإنسان إيش محتاج؟ حياة كلها بسيطة اللي محتاجينها الناس، يروحون من الأسعار والله، من المطبات والحفريات، الحفر شفتيها سووها ما سووها؟ لا ما سووها كلهم. ما قلت لك نموت يا حمار، يعني كل واحد بيعطيش أي كلام، لكن تطبيق ماشي تطبيق. كلام بس وكلام، لا يقعدوا مسؤولين، لا حكومة معنا. لا رئيس معنا. الشعب تعبان تعبان لما متح. صح صحيح. والله عمري ما شفت بترول لونه أخضر أزرق أصفر أحمر، إيش بترول دي؟ كأنه العصير مش بترول. استغفر الله العظيم. إنسان إلا بسيط، المواطن الحضرمي تعبان. صحيح. يعني حلم صغير، ما يحلم كما اللي برا. شوف الناس كيف عايشين، الناس طلعت الفضاء ونحن جالسين في الأرض، الإيجارات من شق. تعال شوف إحنا ساكنين فين والإيجار بكم. بكم الإيجار؟ الرطوبة من ناحية. بكم الإيجار عشان أعرف؟ لا إله إلا الله، خافوا والله وبغوا ربي يرحم. ربي بيرحم من وين؟ في الحال من خس إلى خس. نعم. بكم الله المستعان، استغفر الله العظيم. طيب بكم الإيجار اللي انت ساكنة فيه أم محمد؟ حابة أخذ فكرة. إيش؟ بكم الإيجار اللي انت ساكنة فيها المنزل؟ كم إيجار؟ الإيجار بيت أرضي. ب20,000 بيت أرضي. ب20,000 بيت أرضي، غرفتين، الغرفة واحدة بس اللي جالسين فيها، الثانية يعني حتى الحيوان ما بتقدرين تجلسينه فوقه. أخاف والله، فين المحافظ؟ فين المسؤولين؟ فين الحكومة؟ إلا كراسي وبس. نعم. حتى ناس جامعيين قاعدين بالأشغال يدخلون نحن التاسعة والسابعة ومدريس. خافوا والله لما متى. روحوا شوفوا البلدان اللي برا، أفقر بلاد أحسن مننا. صح. وعاد يا ريت مشكلة حتى لو رحنا برا ما حد يقبلنا احنا، لكن بلادنا ما شاء الله تبارك الله، وقال من غير بواب. صحيح. من كل مكان ما شاء الله يجون. صحيح. أم محمد رجاء بالله عليك، كل حلقة كل سبت كوني اتصلي، لا تحرمينيش من مشاركتك رجاء. أحيانا يكون يا مش موجودة أو كهرباء طافية، حتى دحين يمكن تتوقعين بعد قليل تنطفي الكهرباء. خلاص تنطفي، أهم شيء سمعنا صوتك، أهم شيء. رجاء كوني اتصلي وشاركي معايا كل سبت. أنا أرتاح لما أنت بتشاركي. الله يحفظك. تسلمي يا أم محمد، وصوتك وصل ومعاناتك وصلت. ويا ريتهم يفهمون يا بيت الحلال، والله انهم يدخلون من هنا ويخرجون من هنا، لكن بيتحاسبون عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، ما هي شويه قليلهم. صحيح. الانسان البسيط المواطن الحضرمي تعبان، ما يحلم بحاجه كبيره الا على قده. صحيح. والله المتسولين زادوا، يعني اكثرهم مش حضارم، يعني جاوا ناس غير الناس. يعني وقد الشعب تعبان، عادكم تحملونه طبطابته. صحيح. ويمكن بتحصلينهم عاد مرتاحين احسن من المواطن الحضرمي. صحيح. فين المسؤولين؟ يعني لو كل مسؤول لدى بضمير، خاف من ربه، ما يخاف من رقيب عنده مدير او شيء، يخاف الا من ربه، يلاقي بضمير ما كان حالنا كده. صحيح. الحمد لله بنقول على كل حال، والعفو مني. لا ولو، أنا أسعد بمكالماتك دائما يا أم محمد، وزي ما قلت لي كوني كل سبت اتصلي إن شاء الله. سمعيني كوني صوتك إن شاء الله بإذن الله. تسلمي إن شاء الله. في أمان الله. في أمان الله. يوصل. مع السلامة يا أم محمد. مع السلامة يا أم محمد. حاجات بسيطة يحلم فيه بالمواطن الحضرمي. علي اتصل وقال احنا بنعيش اضطرابات نفسية، الراتب 50-60,000، اعمل ايش ولا ايش ولا ايش. معاد الكسادي بعده كمان مواطن اتصل، انا على فكرة ادون اسماء المواطنين، اتصل وقال هذا عذر اقبح من ذنب، وما وفي سوء ادارة ومش عارف ايش وما الى اخره.
أم محمد اتصلت، والصوت النسائي اللي أحب وأحييها وأشكرها على اتصالاته وإنها تثبت وجود المرأة الحضرمية في هذه البرامج. قالت موت يا حمار، قالت موت يا حمار، قالت إحنا إيش نطلب؟ يعني عشان طلبنا كهرباء وعشان طلبنا نفط وعشان طلبنا تخفيض إيجار يعني خلاص؟ ويا ريت وعاد نحن نحصله. الحفريات مكانه والمجاري مكانه، معظم الحلقات اللي طلعت في حديث الشارع وناقشت واستضفت فيه مسؤولين للآن ما تغيرش حاجة، للآن ما تغيرش حاجة، وتصريحات وكانت أنا مش حابة أعطيكم جرعة إحباط ولا حابة أعطيكم جرعة اكتئاب، لكن ال13 حلقة، هذه الحلقة 14 في حديث الشارع، ال13 حلقة ما شفتش في بأي تغيير. بالنسبة للإيجارات السكنية المحافظ أصدر قرار وبيشكل لجنة وخلاص، من بعد هذاك الخبر وهذاك القرار أنا ما شفتش حاجة. المجاري والحفريات اندك مكانه. دكتور خالد العكبري اليوم يصدمني على الهواء مباشرة يقول انقطعت المنحة السعودية، والله يستر، الله يستر من القادم. في الحلقة 12 أنا طلعت على الكهرباء والحمد لله كانت بشارات خير وطمنوا نحن وحتستمر لنهاية السنة. يعني أحس أنه حلقات حديث الشارع حتمشي على الكهرباء وعلى الأسعار وعلى الإيجار والحفريات والمجاري، وندور في هذه الدائرة المغلقة. وزي ما قالت أم محمد موت يا حمار، إلى متى؟ انتقدت نقطة صحيحة، إحنا أنا أول مرة أشوف بترول أخضر أصفر أحمر كأنه عصير، ما كأنه بترول. يعني إحنا إيش طلبنا؟ إيش يعني إيش قلنا يعني؟ وقلنا لكم عملوا لنا مدينة ديزني للألعاب، يعني هي شوية كهرباء وشوية مجاري وشفطوها وشوية حفرة وسديتوها، إيش طلبنا؟ إيش طلبنا؟ يعني أنا مشيش أحبطكم. وكلام الدكتور خالد فيه بصيص من الأمل، وإن شاء الله يجي رمضان وإحنا فرحانين وإحنا مبسوطين وإحنا ومن منبرنا هذا في حديث الشارع بنضل همزة وصل بيننا وبينكم، ونوصل معاناتكم ونوصل كل حاجة، وإن شاء الله تتحسن الأمور وإن شاء الله. يعني ما أني بس زعلانة، أني زعلانة إنه أني من كل حلقة أسمع كلام فعلا يوجع القلب فعلا. يعني أنا يعني جالسة المشكلة أنني أناقشكم ونطلع نتكلم في حقوق، نتكلم في حقوق، إحنا لنا حق في الكهرباء ولنا حق في النفط ولنا حق في البيئة النظيفة من غير مجاري من غير أوساخ، لنا حق، لأن نحن مواطنين يمنيين بشكل عام، حضرمي عدني، إحنا مواطنين في هذه الدولة. حضرموت ضربت مثال قوي جدا في الاستقرار والأمان واستقرار الدولة ومقومات الدولة. طيب ليش إحنا بنعاني؟ إحنا بنعاني زينا زي البقية، بس المشكلة المواطن الحضرمي ساكت ما يتكلمش، أحلى داخل لين متى؟ أنا كمذيعة تعبت من الإعداد، تعبت من الإعداد، من مشكلة لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة لا مشكلة، حابة يوم أطلع كذا حلقة وأبشركم وأفرحكم وا 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 وا. وصلنا للختام. تمثل حضرموت ثلث مساحة الجمهورية اليمنية، وهي غنية بالثروة النفطية، ويعمل بها عدد من الشركات النفطية. وفهمكم كفاية. كنتم معي أنا عبير واكد، ألقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة، إلى اللقاء.